حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة السفير الدكتور محمد علي بهزاد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية. أهلا ومرحبا بك دكتور في نشرة أخبار الثالثة. إذا كان لديكم أي مستجدات أو تحديثات فيما يتعلق بإجلاء المواطنين البحرينيين من جمهورية السودان، وإن توفرت لديك الأرقام دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية حاب أشكركم على الاستضافة، ونظرا للأوضاع الأمنية الحالية اللي تمر فيها جمهورية السودان الشقيقة، قامت وزارة الخارجية بتسخير كافة مواردها لتنفيذ توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بغرض إجلاء ومتابعة شؤون المواطنين البحرينيين والمقيمين في السودان، وذلك من خلال الاطمئنان على سلامتهم أولا وتقييم أوضاعهم، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودتهم إلى المملكة سالمين بحسب الأحوال والظروف والتطورات على الأرض. ومن بداية عملية الإجلاء وحتى اليوم تمكننا من إجلاء 93 مواطن ومقيم من الأراضي السودانية ووصولهم بسلامة ولله الحمد إلى أرض الوطن، وتم استقبالهم في مطار البحرين الدولي على عدة دفعات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة، كما تم توفير التسهيلات اللازمة لهم وإجراء الفحوصات الصحية والنفسية للإطمئنان على سلامتهم ومتابعتهم ومتابعة حالاتهم بعد ذلك إذا دعت الحاجة. وأحب أن أؤكد بأن على الرغم من الظروف الميدانية الصعبة والمعقدة، فإن عملية الإجلاء لا زالت قائمة وبإذن الله مستمرة حتى التأكد من عودة كافة المواطنين المتواجدين في السودان إلى أرض الوطن. وعلى الرغم من كل هذه التحديات والظروف والتعقيدات، إلا أن التعاون وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ساهم في تذليل العديد من العقبات والتحديات والصعوبات، وتمكننا من النجاح في إجلاء عدد من رعايا المملكة من مواطنين ومقيمين. نعم دكتور، أشرت لتعاون الجهات مثل وزارة الصحة ووزارة الداخلية أيضا في عملية الإجلاء والإطمئنان على سلامة المواطنين القادمين من السودان، وأيضا عن التعاون مع الدول الشقيقة، لكن اللجنة التي تم تشكيلها في وزارة الخارجية لجنة الطوارئ، ما الدور الذي قامت فيه في عملية الإجلاء؟ كيف كانت تنسق مع الجهات المعنية في الداخل ومع الأشقاء أيضا؟ الله يسلمك. يعني من الساعات الأولى لاندلاع الأزمة وتوجيهات من سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، تم تشكيل فريق الطوارئ بوزارة الخارجية، ويباشر هالفريق العمل على مدار الساعة، فتم وضع خطة إجلاء ركزنا أن تكون الخطة مرنة متعددة الخيارات تتكيف مع كافة المتغيرات على الأرض. الهدف الأول والأخير لهذه الخطة هو إجلاء المواطنين في ظروف أمنية مناسبة تضمن سلامتهم وأمنهم وتأمين وصولهم للوطن بأقل درجات المشقة الممكنة. طبعا في هذه الظروف المشقة واردة، بس لكن نحاول نقلل قدر الإمكان هذه المشقة. وأحب هني أن أشيد بتعاون وزارة الداخلية ووزارة الصحة وشركة مطار البحرين وعدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة مع وزارة الخارجية في مهمة إجلاء المواطنين. هذا التعاون كان بروح الفريق الواحد واللي مثل روح فريق البحرين، وإن كانت هناك في كلمة أخيرة فنوجهها إلى المواطنين البحرينيين اللي لا زالوا متواجدين في السودان، وهي بأن يتخذون أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق النزاعات، مع ضرورة قيامهم بالتسجيل، وهي أهم نقطة، ضرورة قيامهم بالتسجيل في سجلات سفارة مملكة البحرين في الخرطوم عبر الاتصال بالأرقام المعلنة باستمرار في وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للإطمئنان أولا على سلامتهم وإجلائهم في أسرع وقت ممكن. شكرا جزيلا لك سعادة السفير الدكتور محمد علي بهزاد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية.